الحصان الأورانج وعم نشوف زي البرتقالي والبنفسجي بنفس الوقت. ثالث باكر حتكون تابعة للمنتخب يلي رح يقابل المنتخب اللبناني الليلة، باكت المنتخب الإيراني زي الإيراني عم شوف الأبيض الأحمر والأزرق. ورا المنتخب الإيراني عم نشوف مباشرة المنتخب العراقي، والفريقين رح يتقابلوا بضمن المجموعة يلي موجود فيها المنتخب اللبناني. المنتخب الإيراني من وقت طويل ما قدر يفوز على المنتخب العراقي رغم انه مرشح كثير كبير للفوز بالبطولة الآسيوية، والمرشح الكبير بهالبطولة يلي جاي من أقصى شرق آسيا المنتخب الياباني. العراق عم نشوفها حاليا زي العراقي العلم الياباني الابيض والدائره الحمراء بالوسط. اللون التركواز والرمادي والاسود للصبايا اليابانيات. وورا منتخب اليابان المنتخب القريب جدا من المنتخب الياباني، قريب جدا ولكن في منافسة كثير كبيرة على صعيد كرة قدم. الفريقين رح يتقابلوا، رح يكونوا ينظموا كأس العالم 2002 سوا، يعني بالمنتخب الثاني المنتخب الكوري الجنوبي، وراه بيكون المنتخب الكويتي مع زي فولكلوري براك حلو كثير جدا. إذا عم شوف 12 زي مختلفين تماما. وبقية اللون المضيفة جوزيف هتكون تقليديا هي اللون الأخيرة اللي رح تظهر. مبدئيا تشجيع كثير كبير للدولة المضيفة. بعد منتخب الكويت اللي عم تشوف أعلامه رح نشوف وراه مباشرة المنتخب القطري المنتخب العنابي. منتخب المملكة العربية السعودية وراء قطر. الصبايا السعوديات يعني تقدموا وفور طلب المنتخب اللبناني. عم نشوف تشجيع كبير ولكن بعد الوفد السعودي رح يمرق الوفد التايلاندي واخيرا وفد منتخب اوزبكستان. حكمة الرئيس بدوره عم يشجع الوفد اللبناني. قلب اللبنانية عم تتوسط العلم الاحمر والابيض اللبناني. اوزبكستان احد الدول اللي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي السابق. المجموعات رح يلفوا الملعب ويرجعوا يدخلوا على الجزو من الخلف. بعد المنتخب اللبناني وزي الفولكلوري نشوف حصان اسود وذهبي للصبايا وطرحه حمراء عم تلاقوا الارض. من بعدهم 12 مجموعه من الشبين بعد المنتخب اللبناني كان مجموعات باللون الاحمر، مجموعتين باللون الابيض، اثنين ثانيين باللون الاخضر. وهذا كله اكيد حضرته هو رمز للعلم اللبناني. كشفون بول وقفوا التشبيك حاليا والتشبيك والفرق بلشوا يدخلوا على الجازو. الفريق الصيني الايراني والياباني الكوري العراقي والاندونيسي نصف الفرق انتظار والبقوي يكملوا برمة الملعب يلي مسافتها 400 متر. تجمع شبابي كبير بالمدينة الرياضية ببيروت
الاعلام عم ترخرف على الملعب العلم اللبناني بكل قوه، والملعب الاخضر عم بيصير ملون بكل الوان آسيا حاليا. الذره الاسيويه كلها موجوده وممثله على ملعب المدينه الرياضيه. دار بلان روج بول او الاخضر ابيض احمر عم يتقدم ليخترق الحشيش ويشكلوا الشباب العلم اللبناني. الحرب اللبنانيه الشاقه رح تكون موجوده في وسط اللون الابيض يلي بدوره موجود بين خطين احمرين.